أنا شو اللي خلاني أروح له على كليته عشان أعتذر منه؟ أنا شو عم على قلبي وخلاني أروح له؟ قالوا شو؟ إحنا خايفين على مشاعره لتكون انجرحتني الحكي اللي قلت له إياه. خلصتي؟ فينيتو؟ ولا في إشي بقلبك حابة تطلعيه؟ يعني عجبك بابا؟ عجبك بنتك فرح هيك يصير فيها؟ ومن مين؟ من واحد ميكانيكي لا راح ولا إجا. شو هاللغة الجديدة هاي اللي بسمعها منك؟ ليش أنا قلت شي غلط؟ وكمان بتسألي يا أستاذة؟ شو واحد ميكانيكي؟ هاي خارج عن مصطلحاتنا الإنسانية وعمرنا ما حكينا فيها. أنت شو صار لك يا بنتي؟ أنا أسفة بابا أسفة، ما بعرف ليش حكيت هيك. أوعك يا بابا أوعك أسمعك بتحكي هيك حكي. هاي يا بابا مش من أخلاقياتنا ولا من ثقافتنا. معك حق بابا، أنا ما بعرف ليش حكيت هيك، يمكن من أهلي من اللي عملوا فيه. غلطانة يا بابا بتفكيرك وأسلوبك. أنت ما رحتي تعتذري له لأنك جرحتيه، لا، أنت رحتي حتى تبيني له أنك تفهمي أكثر منه، وهذا غلط تفكيرك. يمكن بس وين الغلط بأسلوبي؟ أنك رحتي تدوري عليه حتى تلاقيه، ولما شفتي خليت حالك مش شايفتي، كأنك بدك إياه هو يجي لعندك حتى تعتذري له. قصدي حتى يفتح لك مجال حتى تعتذري له. أنا عملت هيك؟ مدام سألتي يا دكتورة معناته براءة. مش فاهمة إشي. يا بابي تصوري حالك محله، لو إجا ورجع ويعتذر لك شو كان ممكن يصير؟ كان عملت حالي مو شايفته. وكمان بتلوميه؟ يا بابا الإنسان كرامة. يا أخي طالما منك معجب فيها لهالدرجة هاي، ليش ما حكيت معها وهي جايب نفسها عشان تشوفها؟ يعني ما في غير سليم بكلية الهندسة جاي تشوفه؟ يا سيدي على فرض إنها جاي عشان تشوفه. حتى ولو تسمع الحكي اللي حكت لي بينهز بدنك. قول عني مفلسف، هاي البنت جرحت كرامتي. لا كرامة بين المحبين يا زلمة، هذا حكي فاضي. أصلا هاي العلاقات مبنية على الاحترام وعلى الحب، تقولي لا كرامة بين المحبين؟ بس ما بتقدر تنكر إنها إيش؟ إنها معها ماستر ودكتوراه. طيب أنا هاي السنة بتخرج، سنتين ثلاث بالكتير بيكون معي ماستر ودكتوراه. واضح انه اللوم على قد المحبة. يا سيدي انا ما راح انكر انه هاي البنت انا كتير مهتم فيها. طيب وبعدين؟ سيدي اللي إلك إلك، واللي مش إلك محرم عليك. انا بتعرف شو اللي علقني فيها؟ انا بيئتها الثقافية اشي بيعجبني. بعدين بتعرف بنت مين بتكون؟ بتكون بنت الاديب خالد جلال. مين نادر جلال؟ الممثل؟ ممثلين؟ خليك زي ما انت هيك طول عمرك جاهل.